مش عايز تطمن على الكرة الطايرة؟ انت اطمنت على الكرة، عايز تطمن على الطايرة. معانا طيب الطايرة رجالا وسيدات، الاهلي بيستعد لبطولة مهمة جدا يوم 16 ان شاء الله، افتتاح بطولة افريقيا للاندية الابطال لكرة الطايرة للانسات في ضيافة النادي الاهلي، وبعديها ان شاء الله في ابريل هيكون استضافة الاهلي لبطولة الاندية الافريقية لكرة الطايرة رجال. انسات الاهلي في الكرة الطايرة فرقة اصحاب أرقام قياسية كبيرة جدا تحت قيادة الكابتن رؤوف عبد القادر، لكن هذه المرة أيضا الأهلي وهو يستضيف هذه البطولة يضع لها ترتيبات خاصة جدا ترقى لأهمية الحدث وأهمية التوقيت. معانا على الهاتف المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة. يا باشمهندس أهلا بيك. حياتي لحضرتك ومهندس عادل بتاعي ولجميع السادة المشاهدين. صوتك تعبان يا باشمهندس، انت ايه شغال ولا ايه؟ شغالين كل يوم بقى، ربنا يكرم ان شاء الله. طيب طمنا، البطوله تبدا 16 مارس مش كده؟ ان شاء الله تبدا 16 مارس الافتتاح، يعني بدايه البطوله، لكن احنا الافتتاح ان شاء الله هنعمله يوم 17 مارس بس عشان يعني ما يبقاش تزامنا مع مباراه النادي الاهلي في افريقيا اللي هي يوم 16. فضلنا يعني طبعا احنا في اللجنه المنظمه للبطوله فضلنا نعمل الافتتاح يوم 17 عشان نبقى بعيد عن مباراه الكوره يوم 16، يعني ربنا ان شاء الله يا رب يوفقنا في اليومين دول، يعني 16 و17 يخرجوا على خير ان شاء الله. انتوا دلوقتي يا باشمهندس تمرستوا انت ورفاقك الاعزاء من شباب المجلس على تنظيم البطولات، ودي حاجه رائعه يعني ان يبقى عندنا الكوادر المبشره دي، لكن اديني في عجاله كده ايه ابرز النقاط اللي تقدر تقول لنا عليها في تنظيم هذه البطوله هذه المره؟ دي مشاهد من البطوله يعني بتاعت السنه الماضيه. اتفضل يا باشمهندس. والله الحمد لله انت فعلا، يعني بطوله السنه الماضيه خرجت بشكل لائق وبشكل الحمد لله كان يليق بالنادي الاهلي، وكان بتنظيم رائع من زملائي في مجلس محمد الجرحي ومحمد الضماطي. فان شاء الله احنا البطوله السنه دي برضو النادي الاهلي دخل في تقدم لتنظيم البطوله، وكان معانا نادي الترجي، والنادي الاهلي الحمد لله نجح في الفوز بتنظيم البطوله يعني. وبدانا على طول اول كلفنا يعني، ومجلس الاداره كابتن محمود الخطيب يعني كلفني بملف الكره الطايره سيدات كبطوله سيدات. بدات طبعا على طول شكلت يعني لجان البطوله، والحمد لله عملنا تشكيل باللجان وبرؤساء اللجان وبالاعضاء، وكمان عملنا يعني حاجه جديده، ادينا فرصه لشباب جديد يكون متواجد جوه اللجان، يعني غير الشباب اللي هيشاركوا معانا في طبعا في مراسم. رائع جدا، رائع جدا، وده مهم. دخلناهم جوه اللجان نفسها في عمليه البلان نفسه والتخطيط للبطوله نفسها، ان هم برضو ياخدوا خبرات من الرؤساء اللجان اللي عندهم خبرات المتمرسين يعني في النادي الاهلي من الزمن. فبرضه ده تأهيل ان شاء الله الكوادر عشان النادي الاهلي يبقى عنده دايما القدرات، سواء بقى في ناحيه البنيه التحتيه والمنشآت او حتى في الكوادر يعني البشريه في المستقبل، انه يقدر يبقى قادر على تنظيم اي حدث يعني رياضي ان شاء الله. ويعني شغالين طبعا على كل المحاور بتاعتنا في البطوله. حتى الان كم عدد الفرق اللي نتاكد مشاركتها؟ والله حتى الان يا استاذ ابراهيم يمكن معانا 14 فريق حتى الان، لكن هيزيدوا، لان اللي بعت رغبات ان هو يشارك يعني كان عندنا 28 فرقه بعتت رغبات ان هي تشارك من فتره. لكن طبعا الماكسيمم بتاع لوائح الاتحاد الافريقي بيبقى 24، يعني ما بناخدش اكتر من العدد ده، 24 فريق. فاحنا ال 24 فريق طبعا احنا في النهايه حتى الان جالنا 13 فرقه بخلاف النادي الاهلي، فاحنا دلوقتي 14 فريق موجودين. لسه طبعا خلال اليومين الثلاثه الجايين هتلاقي في فرق ثانيه اكدت يعني، فممكن العدد يزيد عن كده طبعا. هم عاده لحد يوم البطوله بيجي لك فرقه عندها ماتش بعد ساعتين تلاقيها واصله لك في المطار. مظبوط، دي مشكله. دي مشكله اللي هي برضو بتبقى يعني المفروض احنا طبعا يبقى افضل لنا نبقى عارفين من بدري، لكن هي للاسف طبعا الموضوع بيبقى اسبوع في افريقيا يعني الدنيا لحد اخر لحظه ممكن الفرق تاكد وتلغي وحاجات زي كده يعني. طيب فانا معانا حتى الان 14 فريق، منهم يمكن اربع فرق من مصر يعني، منهم في سموحه وفي عندنا الصيد والشمس ضروري والشمس والنادي الاهلي. طيب باشمهندس، بطوله السنه الماضيه اللي احنا شايفين لقطات من حفل الختام فيها
اللي كان ورا نجاحها الحقيقه بشكل كبير جدا الحضور الجماهيري. السنه دي طبعا. السنه دي موقف الحضور الجماهيري ايه في ظل الترتيبات اللي حاصله؟ والله بص يا استاذ ابراهيم، احنا طبعا زي ما قلت لك اللجان اللي عندنا كلها حيويه بالنسبه لي، وكله بيشتغل الحمد لله يعني من قلبه وشغالين كلهم بشكل قوي، بس عندنا في حاجات امور بتبقى كريتيكال جدا، منهم موضوع الجمهور ده بالنسبه لي طبعا، ويعني بالنسبه لنا كلنا يعني، وكنادي اهلي ده رقم واحد يعني، ده روح البطوله يعني، الجمهور ده روح اي بطوله يعني، صحيح اي بطوله بيعتمد على الجماهير. احنا من اول يوم واحنا الملف ده متمسكين بيه بشده، وفي الاجتماعات الامنيه طالبنا بحضور الجماهير. يمكن طبعا الناس كلها متابعه، يمكن الفتره الاخيره الجماهير بعيده شويه، وبيبقى فيه مطالبات دايما ان هو يبقى اعضاء جمعيه عموميه بس يحضروا في المباريات، حتى يعني في الكوره يعني في الدوري وفي البطولات برضو المختلفه، وفي حتى لما لعبنا برضو بطوله افريقيا في الباسكت برضو اتلعبت بالشكل ده. لكن احنا بنحاول، والناس يعني بصراحه برضو يعني بيتعاونوا معانا الجهات الامنيه، ان احنا نوصل ان شاء الله يعني في النهايه لشكل مرضي ان يكون جماهيرنا متواجده. يعني ده ما خدناش بيه قرار رسمي حتى الان، لكن في نفس الوقت يعني ما نقدرش نقول ان هم الموضوع ان هم مش هيحضروا. يعني احنا لحد النهارده كل يوم بنتكلم على القصه دي، الناس متعاونه معانا وبتسمعنا وبتدينا سبورت في الجزئيه دي، لحد ان شاء الله ما نضمن عدد معين من الجماهير بس يكونوا معانا في البطوله، لان هو ده بالنسبه لي يعني مش عايزين اللي هو تعب الناس كلها اللي شغاله في التنظيم الرونق بتاع البطوله. لا وحتى لوائح يروح ولوائح الاتحاد الافريقي اظن بتنص على ضروره او اهميه حضور طبعا هي بتنص على كده، لازم يكون في حضور جماهيري. الاتحاد الدولي برضو متابع البطوله دي، لان النادي الاهلي كنت لسه عايز اقول لك كده لتنظيم كاس العالم كمان لكره الطايره ان شاء الله السنتين تبقى جميله. فالاتحاد الدولي بيبص على البطوله الافريقيه عشان يقيس درجه نجاح الاهلي باذن الله، باذن الله عشان يدعم موقفه في المطالبه باذن الله. يا بقى حاجه جميله. فالجماهير بالنسبه لنا يعني الاخراج، يعني دايما هو بيقول لك الاخراج ده اللي بيدي الشكل بيدي رونق. احنا يعني الناس شغاله بشكل قوي في كل اللجان والملفات، بس طبعا جماهيرنا هي اللي بتدينا الروح وهي اللي بتدينا الدفعه، وكمان هي اللي بتدي الفرقه الروح ان هي ان شاء الله تكون بتقوم نصيبهم يعني. فنتمنى باذن الله وبنطالب ان الناس تتعاون معانا في حضورهم يعني في البطوله ان شاء الله، في البطولتين كمان، مش بتكلم باسم البطولتين دايما يعني. يعني احنا بنسعى انا برضو رجال وسيدات يعني. بالظبط يعني مهند ماسك بطوله الرجال، واحنا يعني بنشتغل يعني بشكل يعني فعال مع بعض في الجزئيه دي، وبنطالب اكيد بحضور الجمهور في البطولتين يعني. فنتمنى يكون في استجابه لكده يعني ان شاء الله. شغالين على الملف ده كويس مش كده؟ احنا شغالين الملف ده، شغالين عليه بقوه. ملف برضو التسويق شغالين عليه بقوه من الرعاه، لان احنا برضو النادي الاهلي هو اللي يعني البطولتين دول احنا اللي بنسواهم بنفسنا، مفيش شركات بتسواها. فالنادي الاهلي يعني احنا اللي جايين، لجنه التسويق طبعا برضو شغاله بشكل قوي في الحته دي، وان شاء الله برضو هيبقى معانا رعاه يعني محترمين في البطوله، وباذن الله يعني تخرج بالشكل اللي يليق بالنادي. والامور ماشيه يعني عايز اي جهد في التسويق؟ لا يفتى ومالك في المدينه، لا يفتى ومالك في المدينه يا باشمهندس. سايلينه للتقيله. لا ان شاء الله نتمنى، عايزين قرشين حلوين بالبطوله دي. انت قد ايه ودوده يا باشمهندس؟ حبيب يا استاذ ابراهيم، وتحياتي ليكوا. يعني طبعا احنا يعني عايزين طبعا نتكلم ان احنا نطالب يعني سواء بجماهير او اعضاء النادي الاهلي بيكونوا متواجدين معانا في البطوله دي ويحضروا يعني ويدوا سبورت لبنات النادي الاهلي اللي هم يعني ابطال، والحمد لله يعني خدوا قد كده. يمكن دي تبقى البطوله العاشره باذن الله، يا رب يعني تكون من نصيبهم باذن الله. فان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا باشمهندس. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأنسات اللي هينظمها النادي الأهلي ابتداء من يوم 16 مارس إن شاء الله.